بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن سار على نهجه وهداه. وعليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تعمدت الرجوع إلى البدء لكي تستريح الأسماع من الصخب الذي تفضل به الأخوة، فأقول سلام كلما حصل اللقاء، سلام كلما حصل اللقاء، سلام فيه يبتسم الوفاء. وأهلا بالأحبة ما اجتمعنا بمحتفل يزينه الإخاء، لقد عدنا. أتذكر أنا جيت المرة كان من فترة طويلة، لقد عدنا وعاد بنا سرور لما طلبوا أحبتنا وشاءوا بأن نلقي القصيد، فصح منا بأن نلقي فينبسط الهناء. سلام أيها الأحباب منه يفوح العطر حبا حيدريا، وشعر يعتلي قمم القوافي بما غنى نشيدا جعفريا. أنا من عالم الذر غريم، رأيت الحب نورا أزهريا، تكونت بأمشاج الولاء فصارت نطفتي تهوى عليا. محمد وآلي محمد. أرسل قصيدك للقلوب نبيا، أرسل قصيدك للقلوب نبيا، واملأ به سمع السماء دويا، واجعل به مدح الإمام علامة تنبي بأنك لم تزل شيعيا. حدث بأنك في القصيد لحيدر وبنيه تبقى للمدى جنديا، تلقي إليهم بالولاء مشايعا بالحق من بعد التقي تقيا، تطأ الصعاب على هداهم صابرا حتى تلاقي منهم المهدية. حدث بأنك في القصيد لحيدر وبنيه تبقى للمدى جنديا، تلقي إليهم بالولاء مشايعا بالحق من بعد التقي تقيا، تطأ الصعاب على هداهم صابرا حتى تلاقي منهم المهدية. فإذا عرفت الدرب واتضحت لك الرؤيا وبان لك الصراط سويا، فاحرص على هذا السبيل محاذرا. الإخوة ما زالوا يبحثون عن هذا الصراط. لا، الآن إحنا إن شاء الله على وشك أن نلقى هذا الصراط، فاحرص على هذا السبيل محاذرا من أن تميل بلحظ عينك شيا فتغيب عن عينيك غايتك التي إن تهت عنها فارقتك مليا، بل سوف تبقى بعد ذلك صاغرا وتعيش عمرك عن هداك قصيا، وتتيه في الآفاق تلتمس الهدى في النوح تحسب خيره مأتيا، إلا إذا ما لاحظتك بعينها، إلا إذا ما لاحظتك بلطفها عين السماء كيما تعود تقيا. واعلم بأن الله موف عهده حتما وكان معاده مأتيا.